ده لما ابص للسكال من اسفل دي اسمها نورما بيزاليس، وكمان ببص لها بالمنظر السطح الخارجي بيسموها نورما بيزاليس اكسترنا. هتلاقي هنا فيها ده الهارد باليت، وهنا في الفومر والبوستيرو نيزال ابريتشر، وهتلاقي هنا ده البازلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، وتلاقي هنا في فورامين ماجنم والاوكسيبيتال كوندايلز وفورامين كتير جدا. فهم فضلنا في الشرح ان احنا نقسمها 3 اجزاء، نورما بيزاليز انتيرو بارت، ونورما بيزاليز ميدل بارت، ونورما بيزاليز بوستيرو بارت. التقسيم ده جه ازاي؟ قال لك ان احنا خدوا خطين، الخط الاولاني بيمر على البوستيرو بوردر اوف ذا هنا ده الهارد باليت، يعني ده الهارد باليت على البوستيرو بوردر اوف ذا هارد باليت كده، خدوا خط، الخط ده خلالي اللي قدام ده كله يبقى anterior part of the norma bisalis. وبعدين لما نيجي الجزء ده هنا لقينا في خط تاني كده هنا اهو، قال لك لو خدت خط على البوستيرور بوردر او البوستيرور بارت اوف ذا فورامين ماجنم يبقى الجزء ده كله تبع الميدل بارت اوف ذا نورما بيزالس، بعد كده اللي هو البوستيرور بارت اوف ذا نورما بيزالس. فده الانتيرور بارت اوف ذا نورما بيزالس من هنا لحد هنا اهو، ده الميدل بارت اوف ذا نورما بيزالس، والجزء الخلفي ده البوستيرور بارت اوف ذا نورما بيزالس.